كأنه السما انهارت هيداك الأحد وكان أحد المنزوفة. يوما نزف المسيحيين الدم والقهر فوق أسمى وأطهر مطرح فوق مذبح الرب بكنيسة سيدة النجاة بالزوق. الشهادة مع المسيح انتصار. 10 شهداء و54 جريح سقطوا بعبوة حقد، وسقط معهم آخر جبهة الدفاع عن المسيحيين بهيداك الوقت، وصارت الأرض والوقت والأرواح ومشاعر الجمر كلهم ملك الغريب المحتل وملك قوى الشر الداعمي لهالغريب. دم مهدور على كف 3 عبوات انزرعوا بحنايا بيت الرب ليحصدوا أكبر عدد ممكن من الأرواح، بس العناية الإلهية خربطت المشروع الدموي وعطلت عبوتين، بس ما قدرت على الإيد يلي فجرت العبوة الثالثة. والغريب إنه العبوتين اللي تعطلوا كانوا مزروعين حد المذبح، حد جسد الرب ودمه، وانزرع مطرحهم تمثال لرمز الطهارة للعذراء مريم. كأن السما انهارت بهيداك الأحد، هيك شعروا المسيحيين. فكروا إنه الشر هو السلطان وإنه الحق ما إله أهل وما إله مطالب، خصوصا مع انطلاقة حملة اعتقالات شرسة على القوات اللبنانية بعد اتهامها بتفجير الكنيسة، ثم إعلان حل حزب القوات على لسان أحد أبرز الناطقين بزمن الوصاية. وكل هالشي كان تمهيدا لاعتقال الدكتور سمير جعجع وحبسه، ومعه انحبس الطائفة بكاملها. يسحب العلم والخبر رقم 178 ألف دال تاريخ 10/9/91 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة حزب القوات اللبنانية في بيروت وتحل الجمعية المذكورة. ما نسي أهالي الشهداء هالتاريخ، هيدا جرح العمر محفور بقلوبهم قبل ذاكرتهم. كل سنة بيتلاقوا من دون موعد مع الذكرى بذات المطرح، وبيحتفلوا بالذبيحة الإلهية على نية اللي راحوا. كلهم جرحى، كلهم انطفت فيهم الشعلة، كلهم ضبضبوا حالهم من 16 سنة وتخبوا بالذكريات، ناطرين مين يضوي شعلة الحقيقة عن جديد ويخبرن مين فجر لهم كنيستهم ومين سرق منهم عمرهم. تفوت الدكتور جعجع على الحبس، قتلوا لي بنتي. بنتي كانت أول ولد، كان عمرها 3 سنين، اسمها إليان، ما فيه يقول الله يرحمها لأنه هي ملك بالسماء. ابني اللي قاعد حدي كان عمره 4 أشهر انصاب، مرتي انصابت. نحن المسيحية وخاصة الموارنة معودين على الاستشهاد. نحن 16 سنة اليوم بعد ما حدا، ما في ذكرى، ما في سنة حدا بيقول وينكم، ما في منروح نحن نقدس واحدنا، نحن حنا منفل وهذا المطلوب ما بدنا أكثر. يا أختي أنا مستعد سامح، بس بدي سامح مين؟ ما في سامح إنسان ما بعرفه. أعطوني الحقيقة، قالوا لي فلان فجر هالكنيسة. نحن منشوف إذا بنسامح أو ما بنسامح، نحن بطبعنا بنسامح، المسيحية بطبعها مسامحة، نحن ما بننتقم بهيك أمور، بس نحن بدنا نعرف الحقيقة ولو بعد 100 سنة. حسيت إنه عايش شخص مثل أختي، لأنه البنت بالبيت غير شيء، نحن 3 صبيان بس بنت تعطي فرحة غير، بس كتر خير الله يعني بشوف رفقات إنه بحس إنه هي فيهم رفقات البنات. وين ما كان وين ما روح بحس انه هي موجودة معنا ودايما بصلي له. بارح بعد نخلص فحصة وضلنا صلي له، وبعرف انه هي فوق بحميتنا وعم تخلينا اوصل لطريق النجاح انا واخواتها. وهي بعدها مع امه وبقلب امه وبعدها بقلب البيت، روحها بعدها بقلب البيت. انا ما حبيت شوف، ما حبيت روح اتعرف، لا بعد سيلفي راح، انا ما رحت لانه كنت بفضل ضلني اذكره مثل ما كان هو، مع انه لانه الهيئه كانت الباري انه كان كثير كثير مزعج المنظر يعني. وقضينا اللي قضيناه. احنا كان عندنا شخص بهالبيت واختفى، راح ما بقى عمل بنشوفه، بسموه استشهاد بسموه موت، انا بسميه انه راح اختفى من بيناتنا. عمين الحق بدي اعرف مين قتل لي جوزي؟ ايه كل اللي استشهدوا ورا زوجي مش راح الدعان؟ انت برايك، انت برايك ما راح تضع بمين يعني شو انه اوكي بدنا نعرف مين؟ طب عرفنا ومين؟ وبعدين 16 سنه ماتوا، مين عم يفتكرون؟ مين عم بيصلي عشيه؟ مين عم بيقول مزمور الموت عشيه غير انا؟ مين؟
بحس انه نازل على الدرج بده يجي اندري بده يجي، ما معقول يخلف موعد وما ما معقول ما معقول ما معقول اللي صار، مش معقول. بعدين انا هلا انا مش بس جوزي استشهد ونسيت انه جوزي شهيد، انا كل ما استشهد واحد بلبنان انا برجع بعيش المأساة وبشوفه له هو، انا ما بشوف اللي عمال بيشيعوه، انا بشوف جوزي كيف شيعوه. كل اخر احد منشبط نحن منروح لهونيك لنقلن انه بهالنهار هيدا بتلتقي دمعة الارض مع بسمة السماء، لانه هن بالسماء عم يضحكوا نحن على الارض عم نبكي. هون بدير مرضومة فيترون عيش الابونا انطوان، بعده ما نسي وما بده ينسى، هو ما غيره هيداك الابونا المدرج بالوجع اللي سقط تحت المذبح هو عم بيرتل ليسوع. صرت بخصرت الشمال وكملت ترتيلي، طلعت براسي ما مش وقتها، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك ارعهم وصصهم الى الابد. صرت تجي رفرن هي تجي يعني ما شوف حيل اللي عم رتلها وحدي انا عم رتلها، مش شايف حالة ولا حدا شايفني. رحت صبت سكرستية اكيد، ولكن صار عندي انتفاخ ببطني، تخمين صار عندي إيموراجي. نحن عندنا مبدا بالكنيسة انه نحن نبغض الخطية ونحب الخاطي، ببغض الجريمة لكن بحب المجرم، بشفع المجرم، لانه اكيد هالمجرم هيدا ما كان بوعي الكامل، يفجر الكنيسة ما كان بوعي الكامل، يمكن حقنينه كوكايين، حقنينه ما بعرف يوم شو في اشياء، لانه ولا انسان عاقل يستعمل عقله وارادته وحريته بيقوم بجريمه مثل الجريمه اللي هي كانت بدايه الجرائم، ولكن للاسف ما حدا اهتم فيها كثير، اهتموا فيها سياسيا اعلاميا ولكن ما اهتموا فيها قضائيا. ما عملت شيء لا بالكنيسه ولا بالدوله، راحوا ضحايا هيك بريئه ما حدا. تلي تحمسوا بالاول نت بالاخر راح نسيون الكنيسه بيت الله، ما حدا بفجرها، نقول شو عم يعملوا هالجماعه؟ عم يعملوا مظاهره؟ عم يسبوا؟ عم يصلي؟ ما بظن صارت بتاريخ لبنان حتى ايام الاتراك كانوا عملوا البواب الكنيسه واطي تما فوت الجيش التركي. مين عملها؟ لا يعملينا شو غيتهم؟ ما أنا بقدر غيتهم فزعوا المسيحيين بصوص المهنة يتركوا هالمنطقة. ماني يأس ماني يأس ماني يأس، بس شوف الحقيقة حكي يضحكوا علينا بقى، عم يضحكوا علينا، عم يضحكوا على الشعب، ما بيعرفوا الشعب إلا وقت الانتخابات وقت الضرائب. ما يسأل عن الشعب، ما يسأل عن الشعب. تفجير كنيسة سيدة النجاة، تاريخ فجر بالمسيحي اللبناني فجر جديد دفع حقه غالي كتير، وبدل ما يتحول لحائد تحول لثائر، لملم جرحه، حمل أشلاءه ورجع حمل الصليب ومشي مع المسيح بالقيامة وبعده ماشي.